الحكم. ينضم إلينا مراسلنا من داخل البرلمان من المركز الإعلامي الزميل عمار غسان. بداية مرحبا بك عمار في نشرة الثالثة لهذا اليوم. عمار، ما الجديد لديك؟ هل لك أن تحدثنا عن آخر تطورات المشهد البرلماني بعد يعني دخول أعضاء مجلس النواب إلى القاعة الدستورية؟ نعم، وهذا ما حصل. آخر حدث في البرلمان هو الآن دخلوا النواب إلى القاعة الكبرى لانتخاب رئيس البرلمان. تم الاتفاق في الساعات أو الدقائق الأخيرة قبيل ابتداء الجلسة على أن يتم القراءة الأولى القراءة الثانية لأول فقرة في جدول الأعمال وأيضا الفقرة الثانية، وبالتأكيد تم قراءتها وإنهاء مناقشتها الفقرة الأولى الخاصة بالعطل الرسمية والمحددة بعيد الغدير كما صرح النواب، وأيضا الفقرة الثانية الخاصة بالمفوضية يعني قانون مفوضية الانتخابات أيضا تم قراءته قراءة ثانية. انتخاب رئيس البرلمان الآن دخلوا إلى القاعة الكبرى، والآن الكتل السنية والشيعية وحتى الكردية عازمون على حسم هذا الملف وحسم رئيس البرلمان، لكن الاختلافات ما بين النواب هي على الشخصيتين المرشحة، الشخصيتين لها جمهور، لكن كما يصرح لنا النواب وكما يحصل في البرلمان أن صاحب الأغلبية وصاحب الحظوظ الأوفر هو السيد محمود المشهداني الذي يدعم والذي رشح من قبل كتلة التقدم، هي صاحبة الأغلبية السنية، وأيضا حتى من قبل أغلب كتل الإطار التنسيقي اليوم يدعمون السيد المشهداني. وأيضا هناك تصريح قبل قليل كان معنا ضيفا في الدائرة الإعلامية السيد النائب المسلماوي الذي تحدث لنا بأن الكتل السنية وكتل الإطار التنسيقي أيضا عازمة على تمرير السيد محمود المشهداني، خاصة أن جلسة اليوم وفقرة رئيس انتخاب رئيس البرلمان عفوا هي جولة ثانية وليست جولة أولى، استكمالا لما حصل في الجلسة السابقة التي كانت في انتخاب رئيس البرلمان من جولة أولى ولم تستكمل، اليوم استكمال، وهذا الاستكمال ربما يؤثر على الطرف الآخر كون السيد محمود المشهداني صاحب الأغلبية وصاحب الإرادة الكاملة للقوى السنية دخلوا إلى البرلمان، خاصة كتلة التقدم دخلت بكامل النواب إلى القاعة ليتم المضي بهذا الموضوع وانتخاب رئيسا للبرلمان بعد فترة كبيرة من 6 أشهر تقريبا من عدم وجود رئيس للبرلمان. هناك البعض القليل جدا يريدون تكون الجلسة كما أو يكون البرلمان كما هو يعني بدون رئيس، لكن 100 تقريبا ما يقارب 130 نائب دخلوا إلى الجلسة، وأغلبية هؤلاء لو يعني تأتيها بالطريقة العددية أنها فقط من تقدم 47، وحلفائهم الآخرون من دولة القانون والكتل الأخرى الأغلبية لإطار التنسيق هي تدعم المرشح، فربما يعني بحسب المعطيات وبحسب زميلي عمار هل اكتمل النصاب باعتقادك؟ يجري في الكواليس وما جرى من اجتماعات كنصاب للجلسة بالتأكيد اكتمل وبدأت الجلسة، لكن كنصاب للتصويت يجب أن يكون نصف زائد واحد، أي بمعنى 165 نائب يحتاج رئيس البرلمان أو المرشح لرئاسة البرلمان حتى يفوز برئاسة البرلمان. وكنت قد أريد أن أكمل لك بأنه ما يحدث في البرلمان ومن اجتماعات ومن ما وصلنا من تسريبات بأنه سيتم حسم الأمر بانتخاب السيد المشهداني، الذين أغلب الذين دخلوا النواب إلى الجلسة هم من مؤيديه وهم من الدافعين له بالترشيح إلى رئاسة البرلمان. طيب عمار، وردت إشاعات لربما يعني ستكون هناك يعني في حال انتخاب شخص ما سيحل البرلمان، كيف تم رد هذه المعلومة باعتقادك؟ بالتأكيد طبعا هذا الاتهام توجه إلى السيد المشهداني بأنه يحل البرلمان أو ما شاكل ذلك عفوا، لكن خرج تصريح للسيد المشهداني قبل أن يدخل الجلسة وهو نفى بشكل قاطع الإشاعات التي تدعي وجود رغبة لديه في حل مجلس النواب في حال انتخاب كما قال هو في انتخابنا لرئاسة البرلمان، وأن أصدق من يكذب هذه الإشاعات هو الدستور العراقي الذي يحدد بوضوح الإجراءات القانونية لحل البرلمان والتي تتطلب تصويتا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان بناء على طلب من ثلث الأعضاء أو بناء على طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. القانون يحدد شكل كيفية حل البرلمان ولا يمكن من غير صلاحية رئيس البرلمان أن يحل البرلمان بشكل أو بآخر، فالسيد المشهداني نفى هذا الأمر، لكن ربما هي إشاعات للتسقيط، لأن كما قلت لك المعطيات الموجودة قبل الدخول إلى الجلسة تشير إلى أنه صاحب الأغلبية وصاحب الحظ الأوفر،
ويبقى التصويت هو من سيحسم الأمر. طيب من خلال الأجواء السائدة لديك الآن زميلي عمار، من هو الأوفر حظا باعتقادك من خلال يعني وجودك في قاعة مجلس النواب؟ بالمناسبة الطرفان لديهم جمهور والطرفان لديهم داعمين، لكن حسب كما قلت لك المعطيات والاجتماعات الحاصلة أن الذين دخلوا إلى البرلمان إلى القاعة للتصويت هم 183 نائبا. نعم. لو تحسبهم أنه 47 نائب فقط من تقدم، وأيضا دولة القانون وأيضا الكتل الأخرى ربما أغلبها من الإطار التنسيقي هي تريد أن تمضي بانتخاب السيد المشهداني، فكما قالوا أن الأغلبية وأن الإرادة للطرفين بانتخاب رئيس البرلمان وأن يكون السيد المشهداني في الصدارة وفي هذه الجلسة وأن يكون رئيسا للبرلمان، فهو مرشح من قبل الأغلبية الموجودة سواء كانت الأغلبية السنية التي هي من نصيب تقدم أو إذا كانت من الإطار التنسيقي الأغلبية الموجودة فيه دولة القانون وغيرها من الكتل القريبة على دولة القانون. نعم الزميل عمار غسام مراسلنا من داخل البرلمان ومن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.